يؤدي تطبيق هذه الرابطة على مجموعة من العقد إلى إعطاء العقد المنتمية لهذه الرابطة حركة إجمالية واحدة تماما كحركة جسم صلب متماسك. وفعليا تكون العقد في هذه الرابطة مرتبطة مع بعضها ارتباطات جاسئة، بحيث تكون الحركة النسبية بينها معدومة. وتستخدم هذه الرابطة في حالات مثل نمزجة ارتباطات جاسئة كحركة شاملة لمجموعة من الجوائز والأعمدة، أو في حالة الحاجة إلى ربط أجزاء مختلفة من النموذج تم تعريفها بشكل منفصل. ويتطلب تطبيق هذه الرابطة وجود عقدتين أو أكثر، ويمكن أن تأخذ العقد أي موضع في الفراغ. والجملة المحلية لهذه الرابطة يرمز لها بالأرقام 1، 2، 3. وليس هناك أهمية لتوجيه هذه الجملة لهذه الرابطة، حيث أن المعادلات التي تربط بين كل زوج من عقد الرابطة مستقلة عن جملة الإحداثيات. ولتنفيذ هذه الرابطة ولغاية الإيضاح، قم بنمزجة الإطارات التالية بشكل منفصل وكما يلي: لاحظ أن في هذه الإطارات لا يوجد رابط فيما بينها، أي أن كل إطار منها سيعمل بشكل منفصل ومستقل عن الإطار الآخر. فإذا ما قمنا بتطبيق قوة أفقية على أحد هذه الإطارات كما يلي: فإنه بنتيجة عملية التحليل لن تتأثر الإطارات الأخرى بهذه القوة. الآن لنقوم بتطبيق رابطة من نوع رابطة الجسم الصلب، وذلك لربط هذه الإطارات مع بعضها. ولأجل ذلك اختر العقد التي تريد إسنادها للرابطة. لاحظ أن العقد يمكن أن تأخذ أي موضع في الفراغ. ثم من قائمة Assign اختر الأمر Joint، ومن القائمة المنبثقة اضغط الأمر Constraints، فيظهر البرنامج صندوق الحوار Constraints. وفي صندوق الحوار هذا قائمة بأسماء الروابط المعرفة في النموذج، وهي بالوضع الافتراضي Null، أي لا يوجد أي رابطة. وفي إطار التحديد Click To تجد قائمة منسدلة Added تحتوي أنواع الروابط التي يمكن تطبيقها. اختر من هذه الروابط رابطة الجسم الصلب Added Body، فيصدر البرنامج صندوق حوار خاص بهذه الرابطة Body Constraints. وصندوق الحوار هذا يحتوي على إطار تحديد فيه خانة إدخال لإعطاء اسم للرابطة إذا رغبت بتغيير الاسم الافتراضي. اضغط OK فيتم إضافة اسم الرابطة إلى قائمة أسماء الروابط المعرفة. ولغاية هذه الخطوة لم يتم إضافة العقد المختارة إلى الرابطة، ولأجل ذلك أبقي الرابطة المطلوبة محددة، ثم اضغط OK ليتم إسناد العقد المختارة إلى الرابطة المحددة. الآن وعند قيامك بعملية التحليل ستلاحظ تأثير هذه الرابطة، إذ أن مجموعة العقد التي قمت بإسنادها للرابطة ستتحرك حركة إجمالية واحدة كأنها جسم صلب متماسك.